روحي لها واخذي منها فلوس. انا هاليومين مفلس حدي والدينار يسوي لي شغل. كله منك تلعب قمار وتضيع الفلوس. وبعدين ليش ما اخذتني معك ذيك المره؟ وين اخذك معك؟ بروحه وجهك نحس، والدينار اللي اخذه منك اخسره بسرعه. الله يهداك، انت تدور البركه؟ من وين تجيك البركه وانت قاعد تلعب قمار؟ سمعيني، انا محتاج فلوس وانت لازم تدبرينهم، ولا انت عارفه ايش اللي راح يصير؟ خلاص انا راح اروح غاده، بعدين راح اعرف شلون اطلع منها الفلوس. اي كذي كفو، كذي انا راح احترمك وراح اكون تحت امرك. حسبي الله عليك يا عبد الله، وصل لي هالمواصيل هذه، وصل لي لدرجه الاجرام. انا وين اودي وجهي من طلال؟ قول الحمد لله على سلامته، كان ذبحته وخسرتك انت وخسرته وياه. ربي تستر، بس ما ادري ليش ما راح المستشفى، انا خاف الجرح يتسمم. خايف عليك، خايف انك تتحمل المسؤوليه بشيء انت ما كنت تقصده. الولد كل يوم يكبر في عيني، اخلاقه وادبه وفعلا يثبت انه ريال. عشان تعرف ليش رفضت عبد الله ولا زلت ارفض عبد الله، عشان تعرف الفرق بين الانسان السوي وغير السوي، الانسان اللي يخاف على الناس ويتحمل مسؤوليتهم. الو، شنك ما تبي ترد؟ لا ما بغيت شيء، بغيت اعرف ليش ما تتصل فيني. اتصل اتصل ايش حق بالله؟ مو انت اللي هديت البيت وطلعتي؟ يا بنت الحلال عفستي علينا البيت انتي وسويتي مشكله من لا شيء، وتبين انا اللي ادق عشان اترجاك بعد؟ مسج ما تستاهل. طبعا بتتصل فيني وقصبا عليك. ليش؟ لاني زوجتك اللي فكيتك من ورطه وقادره اورطك مره ثانيه، واليوم قبل باكر. يلا باي. سعد بسم الله عليك، ايش فيك قاعد تكلم نفسك؟ وليش وجهك انقلب اصفر كذي؟ يا مساعد يا اخوي انت ما غلطت بشيء، بالعكس هي الغلطانه. واسمح لي اقول لك عاد ان هذه زوجتك ما تستحي على وجهها، وطلعت ألعن من اخوها عبد الله. صدق طلعت مكفر، ما ادري شلون اتخلص منها لهذه. يعني شلون تتصرف معها؟ ما يبي لها شيء. يا اخي طلقها وافتك منها وشوف لك بنت الحلال وسر عليها. لا انا لازم اتركد شوي اشوف تاليتها وبعدين يصير خير. لين هني وانا تعبت معك اشوف تاليتها. انا بروح، تصبح على خير. من اهلا. ايوه يا فندم. تعال بسرعه. حاضر يا فندم. ايوه يا فندم. شوف يا عاطف، خليك يوم على مكتب ناهد، يا اما نحط مكانها واحده ولا ترد دوامها. ليه يا فندم؟ مالها هي؟ قرا لها حاجه؟ لا ما فيها شيء، بس هي طلبت اجازه وانا اعطيتها اجازه مفتوحه لما تعدل ظروفها. فيك الخير يا فندم. انزين روح انت على مكتبها، ما ابي اشوف احد اليوم. حاضر يا فندم. والله ما انا عارف اشتغل ايه في الشركه دي، محاسب ولا مدير حسابات ولا سكرتيره حتى. يلا اهو كله شغل. تفضل.
في وحده تبي تشوفك ضروري. ما قالت من هي؟ لا طال عمرك، مراد تقول اسمها. لا يكون هذه منال يا هي تبي تشوفني. خلها تدخل. ان شاء الله طال عمرك. ما تقولي لي سالفتك. أنا جاية أدور شغل. دوري شغل. أنا بشغلك لكن مو بالمكتب هني، بالفروع الخارجية. أنا أبي أشتغل هني عندك بالمكتب. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. علي لو سمحت انطرني أناديك بعد شوية. ناحد؟ شايبك عندنا؟ أبو حسين إنك تعرفه. تفضل 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 حياك. يا فضل طال عمرك. تفضل استريح. استريح استريح. حيا الله ناهد. الله يحييك. زالتنا البركة. استريح استريح. شوف أختي ناهد، أنا بشغلك هنا عندنا بالشركة وبعطيك راتب 3 أضعاف اللي تاخذينه عند غادة. لا وخليك تداومين عندها وتاخذين الراتب منها. بس أبيش تفهميني شو السالفة ولا تكذبين. كلهم موافقين، ريم ونواف موافقين. ولا وش تقول ريم؟ تقول لازم تسكنون عندنا في البيت. مبروك يا جواهر، انت تستاهلين كل خير. وعلى كثر ما انا متضايقه على فراقك بس مستانسه انك راح تتزوجين. وسامي ترى خوش ريان وانا متاكده انه راح يسعدك وايد. جواهر وعيونك انتي. الو هلا مساعد، شلونك؟ أنا وصلت وناطق برا بالسيارة، أوكي؟ يلا حبيبي، مع السلامة. السلام عليكم. السلام الرحمة. شلونك اليوم؟ تمام. ما قلت لك شلونك اليوم؟ الحمد لله زين، ما فيني شيء. زين كان نزل شرب شيء؟ لا يا معود، خلاص حرمت اطق بابكم بعد اللي صار لي. بعد؟ بس. حتى انا حرمت والله اندفع فيها تصرف بعد. إذا بقيت لي وين تبين نروح الحين؟ ما في، بمر الشركة شوي باخذ لي كم ورقة بعدها نطلع نستانس ونغير جو. زين ترى صراحة أنا اليوم مالي خلق بالمرة. زين مريتني يا معود. اي والله. أنت روحي لها الحين وقولي لها ما قدرت أقابله وأبيك تنفذين كل حرف قلته لك، ولا تنسين اتصلي فيني بأي وقت. اعتمد بسوي كل اللي قلت لي عليه. تصرف حكيم طال عمرك. السلام عليكم. السلام عليكم. عاد توني بتصل فيك، قلت بمرك البيت. لا لا ماكو داعي، احنا قلنا نيك ما نبيك تتعبي. عن اذنكم حياك الله. لو سمحتي. نعم. الله يعافيك، انا بغيت اطلع اختي خلاص، ابيها تقعد بالبيت عندي على طول. تعالي معي المكتب وسوي الاجراءات. ان شاء الله شوي ورد. اهلا استاذ طلال، امرني سيادتك. المديره بمكتبها؟ موجوده يا فندم، ثواني ابلغها. الاستاذ طلال موجود عندي وعايز يقابل سيادتك. حاضر يا فندم.
تفضل. شكرا. مساء الخير استاذة غادة. مساء النور. اهلا وسهلا. كنت مر مكتبي باخذ كم ورقه وقلت امر اسلم عليك. اهلا وسهلا. تفضل. شكرا. ما عرفنا على الاخ اللي معك. عرفك على نسيبي مساء. اهلا وسهلا. اهلا الله يسلمك. قول يا فندم. شوف الاخ مساعد وطلال شو يشربون. تشربوا يا فندم. اصل النهارده السكرتيره ما جاتش والفراش كمان ما جاش، فانا النهارده فيع كله يعني. انا ما ابي شيء، شوف مساعد شنو يشرب. لا مشكورا ما ابي شيء. احنا بنمشي ورانا الشغل. لا ما يصير، على الاقل تشربون قهوه شاي والشغل لاحقين عليه. مشكوره طال عمرك. احنا ما نقدر نتاخر. انا جاي ويا الاخ طلال، يقول بياخذ اوراق ويمشي. خلاص عاطف روح مكتبك. حاضر. انا اقول يعني لو نقعد شوي وعقبها نطلع نتغدى مع بعض، ونخلي الاشغال بعدين، على الاقل نتعرف على مساعد اكثر. مشكوره وما قصرتي، وانا وعدتك بزياره ان شاء الله، يعني على الاقل تكونين فاضيه واحنا نكون خلصنا شغلنا. اتشرف واتمنى ان نلتقي هاليومين اخ مساعد. ان شاء الله على خير. يلا على ذمتك. على ذمتك. خلي خلي خليك مكانك. مع السلامه. مع السلامه. يا حي الله يا جواهر. هذه الساعة المباركة يوا. يا بعد قلبي تو ما نور البيت، واي ما فيني شدة ولا كان يبت. تو البيت قام ينور يشع. سمعي بعد عمري، أنا ذهبت لك الغرفة اللي تحت بالدور الأرضي أريح لك علشان تروحين تردين براحتك، ولا إيش رأيك؟ إيه طبعا أريح لك وايد. تعالي تعالي أبيك بكلمة رأس. أدان الياهل. أنت الحين ليش ما تحاولين تقنعين أختك جواهر تبيع البيت علشان هي تاخذ نصيبها، وانت تاخذين نصيبك كل واحد يروح في سبيل حاله يا معوده. اسكت فضحتنا. تعالي هي لا تسمعك لبنيه. الحلال انا ما صدقت على الله تصير زين واطلعها. بعدين اختي انسانه حساسه، حساسه وايد بعد عمري. وانا لا انا يعني لو هي فاتحه بالموضوع الحين وما صار لها ثواني من دشه البيت يمكن تهون وترد دار الرعايه، وبعدين شلون؟ ها؟ لا 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 تدرين شلون؟ يبقى انا وياك نطلع اليوم برا البيت، نقعد يعني بمطعم نتعشى مع بعض، ناخذ راحتنا بالسوالف. صدق بتعشيني برا؟ فاحتين انت الحين المسلسل هذا حبيبي صدق بتطلعني؟ اي اي خلاص ماشي. يا بعد عمرك، يا بعد قلبي انت، يا بعد عيوني، ثاني ما نحرم منك يا ربي. خلاص خلاص. ايش رايك؟ الف مبروك يا يما، يا ليتني اقدر احضر تخرجك. لا يما، انت خلك مرتاحه وانا باكر ادخل عليك وانا شاب النجمه. الحمد لله على كل حال يا يما، الحين ان شاء الله خلاص بعد التخرج الشغل ان شاء الله بتخف علينا المصاريف تدفع اجار البيت. لا يما انا غررت، باخذ قرض وبشتري لنا بيت. قرض؟ تبي تورط نفسك يا يما من الحين بالديون والاقساط؟ ليش يا حبيبي؟ الله يخليك يا يما، لا تبلش نفسك بالاقساط والديون، انت مو قتها. بعدين احنا الحين قاعدين ومرتاحين بالاجار هذا، خلنا قاعدين هني لين ما يفرجها ربك. عيل منال اختي وينها؟ منال اختك؟ منال اختك طول الليل قاعده، والحين دخلت دارها ونامت. الله يعيني على هالبنيه. خلاص، اخيرا وفاء يبيع البيت. وهلا راح يشوف واحد يشتري من مكتب عقارات. شوفني ليش يا حياتي يا قلبي؟ انا قايلت لك الف مره خليها اول شي تخلص هالمهمه ويبيع البيت واخذ الفلوس، وبعدين بوعدك اني اشوفك. ولا راح دلعك بعد. الله يخليك لي يا بعد عمري.
حبيبتي انا لازم اي اشوفك عند الباب واشكرك لان تستاهلين يا بعد روحي انت. يلا انا مسافه الطريق وياي. باي حبيبتي. ها بشري قبلتي؟ سويتي اللي قلتي عليه؟ سويت اللي قلتي لي عليه واكثر. زين تعالي قعدي قعدي. قولي لي على اللي صار كل اللي معك. صج طلعتي مهينة. أول شيء لقيت علي عنده. الله 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 الله. هاي النذر يا عليوي. هذه بروحه يبي لك 1000 دينار. وأنا أقول من يوصل أسراري كلها بالتفصيل حق أبو عادل. لا ويسوي نفسه ما يعرف أبو عادل. ما عليه يصير خير. قولي لي بعد صار. قولي لي. شافني علي وعرفني. لا هذه مو زينة بحقي ويمكن ما يشغلونك عندهم ياخذون الحذر منك. لا وشغلوني جاسوسة عليك. زين قومي قفلي الباب وتعالي قولي لي ايش اللي صار بعد. قومي. هلا يا قلبي خذ هالعصير برد على قلبك فيه. عمري انا ما جاي اشرب عصير، انا جاي اشوف عيونك الحلوه واشكرك على دهائك وعبقريتك. صدق ان كيدهن عظيم. شراب شراب يا مسكين. انت ما بتعرف ندى. ندى لما بتحط شي براسها بتنفذه. جيب روح روح بسرعه بسرعه بسرعه. تعال تعال شايبك انت هني؟ يعني تبي ملحق بعد؟ حجي طول بالك حجي، انا مر واحد من هني وسالته قلت له ما في ملحق للاجار؟ قال لي في هني. انت مو قبل هالمره جيت سالتني عن ملحق وقلت لي ما عندنا ولا لا؟ صحيح. انت بس على وجهك انت؟ ما عندك شغل؟ ما في وجهك دم؟ الظاهر انا لو قطع جلدك بسكين ما يطلع منك دم. داخل. داخل. كل هذا يطلع منك يا ابو عادل. انا كنت شاكه فيه لا ومتاكده والحين تاكدت اكثر. لكن زين كشفتي لي عليه والمنافق. انا بصراحه ما قدرت اخونك. كفو يا ناهي. انت انسانه مخلصه وتستاهلين كل خير مني. الحين تروحين قسم الماليه وتخلينهم يصرفوا لك مكافاتك وتردين هني نقعد انا وياك علشان نعرف نرد عليهم. الناس تخلوا عني ولا انا تخليت عنهم؟ معقوله قاعد بشقتي بروحي كني واحد غريب ومحتار ما ادري وين اروح. حتى البنية شهد كرهته فيني. لكن لا أنا ما تخليت عنهم وهم تخلوا عني. وأولهم سحر. تبيني أخليها تعيش بسعادة وأنا أعيش طول عمري إنسان ضايع؟ هذا أول مرة أشوفها تهتم بواحد كذي. يا والله لا وتعزمك على المطعم بعد. صدق هذا الشيء اللي مو قادر استوعبه اصلا. شين هذا؟ بالعكس انا قاعد انا اشوفها شخصيه قويه متزنه وحلوه. اقول لك اذا دقت عشان تعزمنا وشيء قبل عزومتها. وناقص الا تقول لي اخطب لي اياها بعد. يا ريت ودي. ومزوج كان قلت لك اخطبها. عيل اخطبها شو وراك؟ على قولتك حلوه وعندها فلوس الدنيا. لا مقطوعه من الشجره بعد. ايش تبي؟ انا اشرح عليك انت مو عليه. ولا الاشكال هذه ما شفتي شكله ويحاكيني مو عارف يتكلم يتلعثم. انا جاي ادور ملحق. انا سالت الجيران سالت اي جيران اي ناس. هذا كذاب اكيد كذاب او نصاب ولا حرامي. حبيبي انا شو ذنبي؟ واحد ودق الباب
فتحت اللي اذا عندكم ملحق للاجر شو بعمل له بالله؟ طيب ايش حق تعطينا عصير؟ وباي مناسبه؟ هاك انت فلت بويها وطردتيه؟ حياتي لما واحد يجيني ويدق الباب وبيقول لي انه عطشان شو بدك يعني اعمل له بالله؟ اعطيه مي او بعطيه عصير؟ مشكلتك انك طيبه، طيبه زياده عن اللزوم، وهذا اللي محببني فيك. انت حسبالك يعني قلوب الناس مثل قلبك؟ لا يبا، الناس قلوبهم صخر جاسيه، لكن الوحش يقول امن بطني امن ظهري. ما عليه، خلاص يبا انا سامحتك هالمره، بس مره ثانيه لا تعودينها وتحذري من هالاشكال. خلاص خلى يولي على اولادكم، وبعدين حياتي انا ما بدي اياك تزعل. الا ما قلت لي شو صار على موضوع البيت؟ ايه البيت، البيت سلمك الله يا بخش سعر، حتى الدلال قال لي بعطيك انا مهله 6 أشهر تقعد فيه لما تدبر لك بيت ثاني. حلو، وبيعطينا كاش؟ قصدي يعني بيعطينا فلوسنا؟ ايه لا، هو قال انا بدفع كاش، ما عندي اي مشكله يعني. وليش ضايق خلقك حبيبي؟ المفروض تنبسط وتطير من الفرح. طير من الفرح؟ بلاش ما تدري اني انا ده. انا ما يهون علي اني ابيع هالبيت. البيت هذا بنيته طابوقه طابوقه واشرفت عليه، وعارف مداخله وعارف مخارجه وعارف كل نقطه كهرباء فيه، عشان كذي ما يهون علي اني ابيعه. صدقني انا ده وانا عند الدلال المكتب العقاري حسيت ان الروح بتطير، وانا اتخيل نفسي اني طالع من الفريج وطالع من بيتي وطالع من ربعي. ليكون بطلت تبيع البيت. اذا بطلت تبيع البيت انا بزعل، وانت عارف زعلي كثير منيح. ليبا انا ما بطلت، انا مستعد ابيع البيت، بس انا بين نارين مشتعلات بقلبي، نار حب لك ونار ما يهون علي اني ابيع هالبيت. خلص معناته احجز لي، انا بدي سافر. يا يبا انت خيرتيني وانا اخترتك انت. خلاص يبا ولا يهمك، البيت ينباع ينباع، بس لا تزعلين ولا ذيك خلقك. يا قلبي يا عمري يا حياتي انت. شوف بما انك ضحيت كرمالي هالتضحيه هيدي، انا رح صير اطيب منك ورح اشتري لك ضيعه كامله ببلدنا. اوه ضيعه عاد؟ بس تعالي، ضيعة بلهجتكم ولا بلهجتنا؟ إذا بلهجتنا لا بالله رحنا فيها وضعنا، وإذا بلهجتكم يخالف. حلوة يا حبيبتي يا بعد عمري، أنت المفروض تبوسين راس جواهر قبل تطلعين من البيت علشان تحسسينها إنها صارت الكل بالكل الحين. تصدق نواف أنا مستغربة حكي كله، أنت كان كلامك كله غير، أنت أصلا ما تحب أختي ولا تواطنها بعيشت الله، شو اللي غيرك كذي؟ رايلج عنده عقلية نادر وجودها. أنا أشكر ربي يا نواف إن عوض آخر الصبر فيك، الحمد لله والشكر. يا بعد عمري، المهم في سياسيين كبار ولهم مناصب كبيرة بعد يقعدون مع بعض على طاولة واحدة، شوفيهم شلون جابلون بعض، يبتسمون لبعض، يضحكون مع بعض ويبسون بعض بحرارة. هذا اللي أنا أبيك تسوينه مع جواهر علشان مصلحتنا. نواف انت لا يكون تسوي معاي كذي وتعاملني هالمعامله علشان مصلحتك. ولا انت لو الله يفكك من هالافكار هذه اللي في مخك كان انت بخير. وبعدين انا ليش اسوي وياك كذي؟ من جمالك، من الفلوس اللي عندك، من العقارات اللي مسكتها، يبا انا الله باليني بلوى في حبك ويسلم قلبه. عسى الله يخليك لي يا بعد عمري ويا قلبي ويا حياتي ويا بعيالي انت. وخلاص مثل ما قلت، من اليوم ورايح بهتم باختي جواهر، مو عشان شيء، لين توافق على بيعة البيت. بشوف علي، بتصل عليه قبل لا يتأخر الوقت، بشوف ايش صار على تجارتنا. نواف ايش فيك حبيبي؟ ايش قاعد تفكر فيه؟ ها؟ لا حبيبتي ماكو شيء، بس بتصل على واحد من ربنا.
أقول حبيبتي. مرحبا. ممكن تلفونك بس عشان الشاحن خلص عندي. ومن عيوني الثنتين التلفون وصاحبة التلفون كله تحت أمرك، شو عندي غيرك؟ يا بعد أمري. ألو. هلا أبو حسين، شلونك يا معود؟ شو أخبارك؟ وياك نواف. اي نعم نواف. تصدق يا اخوي نواف ومالك حلف علي؟ توني الحين بتصل فيك. اي ادري يا اخوي نواف ان قلبك مشغول وتبيني اطمنك، وانا احب اقول لك ترى تطمن ولا تحاتي. بعدين انت يا اخوي ترى فلوسك حلال والفس الحلال عمره ما يروح. اي خلاص عيل عطني فرصة اتصل فيهم وارد لك خبر. اي خير ان شاء الله. حياك الله، مع السلامة. مسكين يا نواف، يكسر الخاطر، يبي ارباح. يبي الارباح، اعطى الارباح يا بابا، اعطى الارباح واشتغل له براس المال. يستاهل نواف، باين عليه خوش ريال وفلوسه حلال. تبي الصراحه يا طلال، انا وايد معجب فيها، ودي اتصل فيها عشان اقولها عن اعجابي، بس خايف تاخذ على فكره مو زينه بعد. عمرها طويل، هذه هي داقة علي. ألو، هلا والله فيك، شو أخبارك؟ والله قاعد مع صديقي مساعد نتعشى بمطعمي. لا بعد، للحين ما تعشينا. تمرين؟ أنا بي، بس بشرط أنا اللي بدفع الحساب، لأن أنا اللي عزبتكم اليوم. المهم أنتوا وينكم؟ في بأي مطعم؟ ما غيره؟ خلاص أنا جايتكم بالطريق، يلا مع السلامة. أنت ما تقولي ليش ناطرة؟ ليش ما تأخذين منها فلوس؟ أنا عندي لك مفاجأة، أصبر علي وراح تشوف شو اللي راح يصير. مفاجأة، أنا مليت وما فيني صبر وما أقدر أصبر أكثر من كذي. أنا كلمتي واحدة، أصبر وراح أخليك شلون تلعب بالفلوس اللعب. أنت الظاهر فيك شيء شدها، أول مرة أشوف غادة تعجب وتهتم بعد. اللي يسمعك الحين يقول انها متوحشة، معنى انا شايف العكس، شافها يعني وايد محترمة، تقدر الناس وشخصيتها حلوة. بس شنها وصلت كافية. بس مرحبا. حياك الله. لا والله اكيد كنتوا تحشون فيني، ولما شفتوني سكتوا من جديد. لا بالعكس، ما قاعد نتكلم عنك الا بكل خير صراحة. شلونكم سعد؟ انا تمام بخير، مشكور على العشاء، معنا يوعان ليه بالعين ما تعشيت. ناطرينك بصراحه. انا ما اتعشى بالليل، اكل خفيف، قلت امر عليكم شوي وبعدين ارجع البيت. شايبه؟ انت تقصد هذه شايبه؟ ما شاء الله. وانا اقول الريال ليش متغير علي، لا يتصل ولا يسأل عني. توني عرفت ان عندك سبيرات وايد، هذه واحدة وما يندرى كم واحدة عندك بعد. منان! منان عيب الكلام اللي قاعد تقولينا، احترمي نفسك واحترمي الناس اللي قاعدين وياي. احترمهم، بس قبل لا احترمهم ابي اعرف هذه سبير رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا واحدة على الهامش؟ جاب ولا كلمة يا جليس الحياة. ساعد، منو هذه ما تصيح على وجهها؟ منان! روحي مني، الله لا يبارك فيك ولا بالساعة اللي عرفتك فيها، فضحتينا! أنا اللي فضحتك ولا اللي استترت عليك؟ بس الظاهر أنت مو مال وحدة تستر عليك. أنا أعلمك يا مساعد شلون صايرة الفضايح. مساعد، أنت متأكد أن هذه زوجتك؟ شلون ترتبط في وحدة مثل هذه؟ هي الحقيقة. طيب بس نواف خلاص، قبل ما دخل نضحك الله يهداك. نكت يا بعد عمري، عسى الله لا يحرمني منك ان شاء الله.
لو بس الله يداك اليوم تطلعني سويعة واحدة بس عشان اتمشى زين حق اليال يقولون حامل زين تمشي بدل ما انا قاعدة بالبيت بروحي. تستاهلين تستاهلين كل خير يا بعد عمري. وشلون تقولين ايش انت قاعدة بروحك؟ طالعي وعندك هالوردة هالحلوة هذه نوارة البيت هذه كلها جواهر الطيوبة الحلوة وتقولين قاعدة بروحك؟ صدق نسيت حبيبتي انت بعد عيوني يا جواهر. انت شمعة بيتي اصلا ما استغنى عنك. شوف عيوني بيتي كله تحت امرك. ولي قامت تخور هالخبلة هذه الحين بتكشفنا جواهر بنفلس من البيت ومن كل شيء. الله يهداك يا نواف ايش فيك ساكت انطق قول شيء عن جواهر الحبوبة الطيبة وطيبتها. ايه جواهر وايد طيبة وحبوبة. اقول ريم تعالي بغيت شوي. ايش فيك؟ انا قلت شيء غلط. انا قلت شيء غلط الا كلامك كله غلط وغلط. انا اسلوبك هذا الحين بنية بتكشفنا. ليش؟ انا ايش فيني سويت؟ ما في شيء خلاص. اقول حبيبتي روح سوي لنا شاي انا بقعد مع جواهر شوي بالصاله. روح يا بروح. معقولة تطقني وتهيني قدام الناس؟ باين عليها هذه مو سهلة بس بتدفع الثمن غالي. هلا مساعد بغيتني بشي؟ أنا آسف جدا جدا جدا. أدري إن إنسانة مو زينة ومشاكلها وبلاويها وايد. توهقت فيها شو أسوي بعد؟ صدقين عاد من أول يوم بدت مشاكلها. إيه؟ لأن إن شاء الله بطلقها. هذه مو كفو أساسا تصير زوجتي. مشكورة وما قصرتي. اي لا ان شاء الله. صدقين عاد انا ودي اتزوج سانة عاقلة فاهمة متفهمة افهمها وتفهمني طبعا. اي سمعي انا لازم اجيك المكتب عشان اعتذر منك. طبعا الحكي في التلفون ما ينفع. بالعكس انا ماني زعلانه منك وتصرفك معها وايد عجبني بصراحه. هذه مو كفو الواحد يحترمها. خلاص مدام مصر على الاعتذار تعال باكر الشركة وادخل على طول. مساعد عسى ما شري اخوي. ايش فيك زعلان؟ ليكون طلال مزعلك بشي؟ طلال مسيكي عليت كل الناس مثل طلال. خلاص عيل مدام طلال مو مزعلك ما في شي يستاهل. بصراحة أنا كنت خايفة أن طلال مزعلك. طلال؟ طبعاً أنت الحين أهم شيء عندك الأستاذ طلال. تزراسة بعد. سمعي يا ستي أنا مزعلتني زوجتي العزيزة الحبيبة الرشيقة صاحبة القوام الممشوق صاحبة المواقف النبيلة. لحظة هذه أم السعف واللي في بعد إيش سوت؟ سوت؟ ما أقولك إيش سوت؟ هي؟ من غير. ألو. هلا. خير. إيش عندك بعد؟
احسن لي. سمعيني عدل، مع اني عارف ان ما عندك سالفه، لكن باكر الظهر اشوفك. اي، واحتمال كل واحد يروح بطريق، فهمتيني؟ اي طريق الله يهداك. انت حس بالك الزواج لعبه؟ وتقولها بكل سهولة بعد. حبيبي أنا راح أصك كل الطرق بويهك. صدق عاد كسرت خاطري يا حرام. بلا كلام فاضي الحين، يلا باي. هين يا مساعد. إلا باكر ما أقدر أشوفك. تدري شلون؟ مرن الشركة. لا 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 لا، أنا أتصل فيك وأشوفك. إيه، لما نخلص الشغل نقعد مع بعض ونتكلم على راحتنا. زين زين تسوين. هم أنا بعد ما بي أحد يشوفني عندك. نعم. أتمنى بعد نهاية دوام الموظفين. ماشي. ماشي طال عمرك. مع السلامة. باكر عندي موعد معاها بالشركة، وإن شاء الله راح أعرف هدفها بالضبط ومنو وياه تشتغل. احنا حسب تحرياتنا طال عمرك نعرف اللي يشتغلون معاها، ومتابعين كل تحركاتهم عدل، وناطرين الفرصة المناسبة بس عشان نقبض عليهم. أنا ضروري بشوفك الحين، في موضوع شاغلني بقول لك اياه. يا لا تقدر اشوفك الحين. خير يا اختي يا لولو، انت بس شنو اللي مضيق خلقك؟ ايه خلاص خلاص اشوفك الحين. وين عيل؟ تدرين شلون انا بروح هناك؟ اكيد بوصل قبلك، على ما توصليني انا اكون موجود. ادري انك كنت قاعده تقنعينها، لكن كل اللي سويتيه هذا غلط بغلط. ترى جواهر ذكيه وممكن تكشفنا بسرعه ويخرب كل اللي بنيناه انا وياك. انت ما شفتي نظراته وهي قاعده تطالعك؟ كني حسيت منها انها مستغربه من اهتمامك الزايد مره واحده هذا. يا حبيبي ايش تبيني اسوي؟ انت قلت لي اهتمي فيها، وانا سمعت كلامك واهتميت فيها. ولا مو بس اهتميت فيها، الا طرت فيها بعد. مو طيرانك هذا اللي اخوفي يطيرنا ورا الشمس وخلينا نفلس من كل شيء.